في مصر غالبا مفيش تقدير كبير لأي حاجة تخص الرسم عامة أو الفن، يعني بيبقى شايفين إن الموضوع مش مربح ومش مجزي وكده، فالموضوع كان صعب جدا يعني بالنسبة لي. أنا خريج حاسبات ومعلومات، تمام، معهد خاص. اشتغلت قبل كده حاجات كتيرة جدا، منهم اشتغلت دليفري قبل كده في فترة من حياتي، بعدها اشتغلت في حل موبايلات خدت فيه فترة كبيرة جدا في حياتي، برضو مش بحبه، شايف ان انا عايز ارسم، عايز يعني اعمل حاجة ليها علاقة بالفن، الحاجة اللي انا بحبها. كنت بغيب عن الشغل وقت كبير جدا، فكان بيتخصم من مرتبي، بيطلع لي في الاخر مبلغ مش عارف اجيب منه اصلا حاجة، اكل ولا شرب ولا حاجة خالص في الموضوع، بس مش قادر، انا عايز اعمل حاجة ليها علاقة بالفن، فمش هعرف اشتغل في الشغل ده. ما كانش في تشجيع خالص للاسف، ولا من الاهل ولا من اي حد، بيشوفوا ان هي حاجه مش مهمه، وكل ما يشوفوني برسم لا اعمل حاجه تنفعك. بعد النجاح اللي انا الحمد لله يعني حققته ووصلت له، نظره اهلي طبعا اختلفت بشكل كبير جدا جدا، كانت لدرجه ان انا وامي كانت موجوده عندي هنا في المكان وشافت الضغط وشافت النجاح وشافت شكل الموضوع عامل ازاي. بعد ما جت شافته طبعا واحنا خارجين بتقول لي ما انا اسفه، ما تزعلش ان انا كنت واقفه معاك في وقت من الاوقات. الاختلاف اللي انا بقدمه في الرسم بتاعي ان انا بدمج خامات كتيره ببعض، يعني مثلا في حد ممكن بيرسم بفحم لوحده برصاص لوحده، انا ممكن تلاقيني عملت مع بعضهم الثلاثه في مزيج واحد. كان الموضوع في الاول خالص بترسم حاجات كده خفيفه، اللي هو ممكن حاجات كده، ممكن رسم حيوان معين مش عارف ايه كده، انا طورت الموضوع بترسم حاجات واقعيه جدا، بورتريهات كامله. عملت المجله بتاعت دير جيست اللي على ولف احمد حلمي، ولما عملت برضه بتاعت احمد حلمي كتاب حلمي خارج السرب مهرجان القاهره السينمائي الدولي، طبعا الحاجات دي بتفرق جدا مع الناس وبتتشاف بسرعه. بقول لكل حد صدق نفسك وصدق اللي انت بتعمله وثق في الله، هتعمل اللي انت عايز تعمله، بس خلي فيه بلان واضحه جدا، اعرف انت بتجتهد فين وازاي وبتعمل ايه، والبلد دي فيها شغل، ما ينفعش تكون انت حد شايف حد ناجح في حاجه تروح تعمل زيه وانا هنجح، لا، لو انت مش عامل حاجة مختلفة مش هتنجح.